طيب تشابتر 16 هذا يتكلم عن التصميم الإنشائي للطرق، يعني تصميم طبقاتها وارتفاعات الطبقات والستركشر ديزاين بشكل عام، يتعلق بشكل كبير على اللود اللي بيكون على الطريق. في السؤال الأول أعطاك عدد السيارات وأنواعها، قال لك إن الطريق هذا في أول سنة هذا اللي متوقع عليه السيارة إنه يمر عليه السيارات هذه، قال لك نوع الطريق يكون رورال وإنه يكون ماينر أرتيريال، ثم قال لك أنا متوقع إن عدد السيارات هذه، يعني اللي جالس يعد السيارات قال لك إن فيها السنجلون تراكس هذه بيمر علينا أو مر عليهم لأنهم عارفين الموضوع هذا، مر علينا النوع هذا وعدد السيارات هذا هو العمودين الباقيات، هذا الجواب. لكن اللي في السؤال مجرد أعطاك نوع السيارة وأعطاك عدد السيارات اللي مرت عنده، وهو يبغاك الآن تحسب له الإكوفلنت سنجل أكس لود للسيارات اللي جت. الآن إذا أعطاك نوع السيارة وعدد السيارات طريقتها مختلفة عن لو كان معطيك معلومات أخرى. أهم شيء إنك إذا عرفت نوع السيارة وعدد السيارات الآن هذه كلها معطى عندك، كل اللي عليك إنك تروح للجدول 16-2 في الكتاب، وطبعا بيكون معطى عندك في الاختبار. الجدول هذا يعطيك في العمود الأول نوع السيارة، ثم بعدين الأعمدة هذه على حسب نوع الطريق. إذا كان رورال يعني الطريق ما حوله بنيان، البنيان بعيد عنه، أو إنه يكون أربن يعني إنه داخل في منطقة البنيان. انترستيت معناه إنه بيكون يودي من 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 منطقة بعيدة إلى منطقة بعيدة، كأنه ما بين مدينة ومدينة أو ولاية وولاية. ماينر أرتيريال كلنا عارفين الماينر أرتيريال، ونفس الشيء لو كان أربن. العمودين هذه إذا كان ما حولها بنيان، العمودين هذه إذا كان داخل أو قريب من الطريق البنيان. طيب قال لك نوع الطريق اللي موجود عندنا في السؤال أنه يكون رورال ويكون ماينر أرتيريال. طيب يعني معناه أنه بداخذ العمودين هذه بما أنه رورال، وبما أنه قال لك ماينر أرتيريال أنا باخذ بس العمود هذا. هذا الرقم هو فاكتور معين، الفاكتور بنستفيد منه أن نطلع كم الإكوفلنت سنجل أكسل لود لعدد السيارات اللي بيمر عليك. طيب قال لك إذا كان عندك 2 أكسل 4 تاير أضرب عدد السيارات الموجودة عندك في 0.003، فأنا قلت عدد السيارات هذا بضربها في التراك فاكتور الموجود عندي اللي هو 0.003، أعطاني أنه 216. 216 هذه 72 ألف سيارة اللي من نوع هذا تساوي أو وزنها 216 equivalent single axle load. طيب أنا بنفس الفكرة هذه نوع السيارات الموجودة هذه باخذ منها بضربها في التراك فاكتور هذا وبيطلع لي قيمة الإكوفلنت سنجل أكسل لود. معناه النوع هذا على طول أروح الجدول أطلع منها التراك فاكتور أضربها في عدد السيارات أعطاني لكم إكوفلنت سنجل أكسل لود موجود عندي. وبالطريقة هذه طلعت لكل عدد السيارات هذه الموجودة هذا هو الإكوفلنت سنجل أكسل لود لكل نوعية سيارة، مجموعها يساوي 13667 equivalent single axle load. خلاص بالطريقة هذه انتهى السؤال. انا جبت ان عدد السيارات اللي جت وانواعها كم تساوي من equivalent single axle load. طيب هذا بالنسبة للسؤال الاول. في السؤال الثاني قال لك بالنسبة للسؤال اللي قبله عطني equivalent single axle load بس مو بحق اول سنة زي ما قال لك هنا، قال لي حق 25 سنة اللي احنا متوقعينها بيعيش فيها الطريق. إذا كان الترافيك هذا يزيد كل سنة بمعدل 5%، يعني الطريق هذا حق أول سنة جبنا كم بيمر فيه من إكوفلنت سنجل أكسل لود، لكن قال لك الآن على مدى 25 سنة كم اللي السيارات اللي بتمر على المدى هذا إذا كان الترافيك أو عدد السيارات يزيد عندي بنسبة 5%. طيب الطريقة إن بنجيب المعادلة 16-6 اللي هي هذه ونستخدم الإكوفلنت سنجل أكسل لود حق أول سنة نعوضه هنا. طيب خلينا نشوف القانون. القانون يقول لك ان الترافيك هذا اللي على مدى عدد معين من السنوات يساوي 1 زائد الار، الار اللي هو الريت اوف جروث، كيف انه بيكون عندك معدل النمو، الان عدد السنوات اللي انت قاعد تشتغل عليها، والتي 1 المقصود فيها اللي هو الترافيك في اول سنه. الترافيك في اول سنه انا جبتها ان 13667 هذا هو، وعوضت عدد السنوات ب 25، اما النسبه هذه طبعا النسبة لو كانت بالشكل هذا فمعناها انك تعوضها تقسم على 100، اما اذا كان معطيكها على طول مباشرة على انها فراكشن فانت ما تحتاج تقسمها. طيب وهو طلع لي قال لي انه بيكون عندي على مدى 25 سنة الاكوفلنت سنجل اكسل لود اللي بيمرون عندي هذا الرقم،
معناه أنا ما قدرت أصلا أطلع الرقم هذا إلا بعد ما عرفت اللي في أول سنة كم كان موجود عندي. طيب هذا هو السؤال الثاني. السؤال الثالث شوي طويل، هذا يبغى منك تصمم له الطريق بطريقة الاش 2، يعني تصمم طبقات الرصف المستخدمة بطريقة الاش 2. الطريقة شوي يعني طويلة فلاجي كذا لازم نركز. طيب في الصورة هذه الموجودة عندكم بالكتاب اللي هي صورة 16-18، أنا أبغى أجيب الدي 1 والدي 2 والدي 3، هذه هي سماكة الطبقات المستخدمة عندي. السيرفس كورس اللي هي الطبقة الأسفلتية، البيس كورس اللي بعدها الصب بيس اللي هي فوق الأرض الطبيعية، والرود بيد هذا مقصود فيه الصب جريد، أيا كان هذا يسمى الرود بيد. طيب الرود بيد حق السيرفس كورس هو اللي تحته، الرود بيد حق البيس هو اللي تحته، الرود بيد حق الصب بيس هو اللي تحته، اما الرود بيد حق كل الطريق فهو السب جريد المستخدم عندي اللي هو الارض الطبيعيه، سواء كان حنا مسوي لها تحسين امبروفمنت ولا كما هي. طيب لجل انا اطلع الدي 1 او الدي 2 او الدي 3 لازم اجيب شيء نسميه ستراكشرال نمبر وبنشوف كيف نطلعه، وايضا لازم نجيب شيء نسميه لاير كوفيشنت وشيء نسميه الام هذا اللي هو نسميه درينج كوفيشنت. الكل دي لازم ان اجيب لها الاي ولازم اني اجيب لها الام. بعض الاحيان يكون ما عندك درينج خصوصا في الطبقه الاولى لان هذه خلطه اسفلتيه وفي العاده الاسفلت يكون يعني عازل للماء. فانا الان اللي انا بسويه اني بجيب الدي 1. طيب احنا اتفقنا في معمل الطرق كنا درسنا لما كنا ندرس السي بي ار قلنا اذا كانت الطبقه هذه ضعيفه لازم اللي فوقها نزيد سمكتها، فمعناه ان على حسب قوه الطبقه اللي تحت تتحدد لي سماكه اللي فوق، وبنشوف هذا كيف نسوي. طيب هو اول شيء قال لك ان الدي 1 هذه لازم انها تكون او تساوي اس 1 اللي هو ستراكشر نمبر 1 على الاي 1، فانا بروح اجيب ستراكشر نمبر 1 وبجيب الاي 1 اعوض فيها على طول يطلع لي. ونفس الشيء الستراكشر الدي 2 هذه تساوي ستراكشر نمبر 2 اللي هو للطبقه هذه، انقص منه structural number 1 حق الطبقه اللي فوق، ثم اقسم على الاي 2 والام 2. ونفس الطريقه عندي الدي 3، ما عليكم من هذه بنوصل لها بعدين، يعني ليش انه قد يعدل يسوي structural number معدل بنشرحها بعدين، بس اهم شيء ان نعرف الدي 1 وش تساوي والدي 2 وش تساوي والدي 3 وش تساوي. طيب السؤال هذا اللي موجود عندي، السؤال هذا قال لك ان ما عندي there is no sub base، يعني ما عندي في الطبقات الموجوده، قال لك بس عندي سيرفس كورس وعندي بيس كورس ثم مباشره الرود بيد السب جريد، يعني هذه مهي موجوده، فانا بطلع فيها الدي 1 وبطلع الدي 2، الدي 3 ما احتاجها على طول تحت في السؤال قال، يعني ما راح استخدم القانون هذا، لكن الفكره هي واحده، هي نفس الطريقه، يعني لو كانت موجوده بنكمل نفس الطريقه. طيب خلينا نشوف ايش المعلومات اللي معطينيها في الطريق. قال لك اول شيء انها فلكسبل بيفمنت، يعني لو كانت ريجيد بيفمنت اصلا ما ينطبق عليها الطريقه هذه. والطريق قال لك انه رورال وبرايمري، يعني طريق مو بطريق صغير، ويبغاها بطريقه الاش 2. وقال لك الايكوفالنت سنجل اكسل لود اللي هو نصف في 10^6 ايكوفالنت سنجل اكسل لود. ثم قال لك ان البيس بيكون اكسبوز تو مويستشر ليفل ابروتشينج 20%. شو مقصود فيها؟ يعني طبقه البيس فيها بيجيها ماء درينج 20% من الوقت، اما 80% لا بتكون يعني جافه. ثم قال لك ان الاوفرول كواليتي اوف درينج فير، قال لك ان طريقه التصريف اللي هم مزينينها في الطريق مقبوله، نوعها فير يعني الكواليتي لها مقبوله. ثم اعطاك معلومات اخرى، اعطاك الريزيلينت مودولس حق الاسفلت كونكريت، قال لك انه بيكون 400,000 بي اس اي. ثم قال لك ريزيلينت مودولس حق البيس، قال لك انه بيكون 35,000 بي اس اي. ثم اعطاك السي بي ار حق السب جريد، طبعا ما عندنا سب بيس فلجي كذا ما اعطاك اي معلومات عنها. ثم قال لك الريلايبلتي ليفل هذه 85%، مقصود فيه ان المعلومات اللي نحن وصلت لنا 85% منها 85% متاكدينها صحيحه، و15% يمكن فيها اختلافات، لان المعلومات هذه في العاده يعني زي الريزيلنت مدرس ما اخذها في المنطقه ذي ما اقدر انه ياخذها بعد كيلو ولا بعد كيلو وين، ياخذها على حسب المناطق. فهو يقول ان المعلومات هاي تعبر لك بدقه كامله تقريبا 85%. وقال لك بعدين ستاندرد ديفيشن يكون 0.45،
يقصد فيها ان لو اخذت الافرج كل الاشياء اللي المعلومات اللي قبل ستاندرد ديفيشن فيها بيكون 45%، يعني بعدها عن الافرج لها. طيب قال لك ان الانيشال سيرفيسبيليتي اندكس 4.5 والتيرمينال بيكون 2.5، يعني في البدايه مستوى الخدميه مستوى الطريق هذا وخدمته لانه توه جديد يكون مناسب جدا يكون يخدم بدون مشاكل، لكن في الاخير بعد العمر اللي بيمر فيه بيبدا يقل لين يوصل 2.5. هذا مقياس الفائدة الطريق او كيف ان المستخدمين اللي هم اللي يسوقون السيارات كيف انهم يتعاملون مع الطريق، يلقون الطريق مناسب جدا وممتاز وتوه جديد. هذا الرقم يعبر عنه. اما في الاخير بنلاحظ انها نقصت الى 2.5. طيب انا هذه المعلومات ايه الموجودة عندي وبناء عليها ببدا اصمم. نقول لك خلونا نجيب في البداية الاس ان 1 والاي 1 والاس ان 2 والاي 2 والام 2، ما عندي الثري هذه ما هي موجودة في السؤال، فانا خلونا نجيبها. خلونا نجيب اول شيء الام 2 والاي 2 لانها في العادة انها اسهل. طيب يقول لك راح الفيجر 16.3، ليش؟ لاجل اطلع الاي 1، ثم نروح لك راح الفيجر 16.5، ليش؟ لاجل اطلع الاي 2، وبنشوف شو الفرق بينهم. عفوا شباب ترى في خطا في هنا، هذه 16.13 وهذه 16.15، وايضا هذا في خطا، يعني المفروض انها تكون 16.13 هنا 15 هنا 17. طيب نروح الفيجر 16.13 وبنشوف ايش اللي نستفيد منها. هذا اللي هو فيجر 16.13، هذا نطلع منه الاي 1 اللي هي خاصه في ال الطبقة الأسفلتية اللي حقت الدي 1، يقولك تدخل فيها عن طريق الريزيلينت مودولس الموجود عندك، بتطلع منها الاي 1، الاي 1 هذا اللي بطلعها. طيب كيف أدخل منها؟ أروح وش كان موجود عندي الريزيلينت مودولس، كان 400,000. طبعا يا شباب هذه بالبي اس اي، لو كان عندك بالكيلو نيوتن أو بالميجا باسكال والأشياء هذه بيطلع لك أرقام مختلفة هنا، والجراف يكون مختلف كليا. طيب 400,000 بي اس اي، انا بطلع لين اوصل الخط هذا، ثم بعدين اروح على اليسار يقاطع لي الرقم اللي بيقاطع لي، هذا هو الاي 1 المطلوب علي. ولاحظ اني انا جبته في هنا، قلت لك ان الاي 1 تساوي 0.41، ليش؟ لاني انا دخلت من هنا في الجراف اللي هو 16.13، دخلت مع ال 400 طلعت فوق وصلت للكيرف اللي عندي، رحت يسار هنا تقريبا يكون 0.41. طيب هذا الـ A1 جبته، أبغى أجيب الـ A2. الـ A2 هذا متعلق بطبقة السب بيس، يقول لك راح الكيرف 16-15. طيب أنا عندي الكيرف هذا والكيرف هذا، الكيرف 16-15 والكيرف 16-14 نستخدمها الثنتين، إما هذا أو هذا اللي هو إما 15 أو 14، استخدمها لجي اطلع الاي 2. بس كيف اطلعه؟ يقول لك في حاله كان الطريق اللي عندك او السبيس المستخدمه هذه معدله، يعني حاطين فيها اسفلت، استخدم الكيرف هذا اللي هو 16 14. اما اذا كانت جرانيولر يعني ما فيها اسفلت، استخدم الكيرف 16 15. في السؤال هنا فعليا هو ما وضحه لي بشكل كامل، لكنه بالطريق اذا ما قال لك انها فيها خلطه اسفلتيه، فمعناها على طول مباشره تفترض انها تكون جرانيولر، يعني حبيبات بدون اي خلطه اسفلتيه معها. فانا بجي عند الكيرف 16 15، وادخل هنا بالمودولس اوف الاستيستي الموجود عندي. طيب انا كان عندي المودولس اوف الاستيستي 35، بعدين اروح اليسار الى اخر شيء واجيب كم القيمه الموجوده عندي، هذه تعبر لي عن الاي 2. طبعا لو كان عندك انت احد القيم هذه تقدر تطلعها مباشره باستخدام القيم الثانيه، بس في العاده انه يعطيك ريزيلنت مودولس. خلاص انا عندي ريزيلنت مودولس 35، امشي على اليسار واجيب القيمه هذه. هذه الاي 2 اللي لها علاقه في السب بيس، او عفوا في طبقه البيس. طيب فانا لقيت انها تقريبا 0.155. اجي للصوره هنا، لاحظ انها من عند 35 بي اس اي، امشي لقيت انها تجي تقريبا تحتها في المنطقه هذه
اللي تعبر لي عن 0.155 هذه الـ A2 لطبقة البيس. طيب أنا الآن أبغى أجيب الـ M2، الـ M2 اللي تعبر لي عن Drainage Coefficient. Drainage Coefficient نجيبه من جدول 16-7، نروح للكتاب في جدول 16-7 بحصل فيه هنا معطيني في الجدول قال لك الكواليتي اوف درينج. الكواليتي اوف درينج نقسمها الى اكسلنت وجود وفير وبور وفيري بور، ثم من هنا قال لك انها ليس ذان 1% من 1 الى 5 وانت ماشي. هذا يقصد فيه يقول كم نسبه تعرض الطبقه للمويستشر او للماء. في السؤال كان معطينا قال لك انها تتعرض للماء او المويستشر والرطوبه 20% من الوقت، ثم قال لك ان الكواليتي فيها فير، فانا عندي المعطيات انها 20% والكواليتي فير. اجي الجدول هذا اروح الفير وامشي لين اوصل هنا، هنا قال لك من 5 الى 25، فمعناه ان القيمه هذه احد القيمتين هذه هي اللي انا بستخدمها. طبعا في الحاله هذه بما انه اقرب الى ال 25 فالمفروض اني استخدم الاقرب للنهايه، لكن بشكل عام المفروض تسوي لها انتربوليشن، والانتربوليشن بياخذ منك وقت اطول. اذا كنت اذا كان عندك وقت تقدر تسويها. انا هنا اخذت على طول عنها 0.9. ليش اخذت 0.9؟ قلت الافرج بين الثنتين، فهذا سهلت على العمر. لكن لو كان تبغاها انت بدقه اكبر لازم تاخذها كانتربوليشن لاجل تطلع كم القيمه الحقيقيه اللي تعبر لك عن 20%. يعني هذه من 5 الى 25 يعطيك الام 2 هنا على انه من بوينت من 1 الى 0.8. فالمفروض انه بالكورليشن يطلع لك قيمه قريبه من 0.8، لكن انا اخذتها كافرج على طول مباشره اخذت 0.9. فانا الان عندي A1 وعندي A2 وعندي M2، باقي اطلع عندي الـ SN1 الاستراكشر نمبر 1 واطلع الاستراكشر نمبر 2، وبالطريقه هذه اكون صممت الطريق. طيب خلينا نشوف كيف نطلع الاستراكشر نمبر 1 لاجل عوضه في القانون هذا. نروح للجراف اللي هو 16-11 اللي هو الجراف هذا. لاحظنا في الجراف هذا معطيك بيانات كثيرة وطريقة استخدامه، بس لازم نركز فيها. لجل كذا أنا بروح للوورد هنا على الجراف هذا وأحاول أني نحاول نحلها بشكل مباشر. لاحظ أن الجراف هذا تقدر تستبدله أنت بالمعادلة هذه، لكن المعادلة تكون معقدة بحيث أنك تقدر تدخلها معاملات فيها شوي متعبة. طيب في البداية احنا بندخل بالريلايبيليتي، ثم بعدين بنتوجه للستاندرد ديفيشن المعطى عندنا في السؤال. الريلايبيليتي او الموثوقية كانت 85%، هذا لوج سكيل، لازم تنتبه ان هذه الرسمة باللوج سكيل، وايضا الستاندرد ديفيشن هنا باللوج سكيل. اول شيء بسويه اني بمد خط من عند ال 85، من هنا ال 85 المعطاة هذه ال 85، واتجه بها الى ستاندرد ديفيشن الموجود عندي. ستاندرد ديفيشن كان 0.45 45 بعد الفاصله، اوصل انا الى 0.45 اللي تقريبا تقريبا في المنطقه هذه هنا 0.45، فانا بكمل من عند ال 0.45 او اقل، ممكن تكون اقل منها بشوي. طيب بكمل الخط بالمسطره الين اوصل نقطه الانقلاب هذه. طيب انا وصلت نقطة الانقلاب الموجودة عندي بالشكل هذا، بدأت من عند ال 85% reliability وصلتها الى ال 0.45 standard deviation وكملت الخط. يعني انت تجيب المسطرة وتحاول انك نقطة بدايتك تكون من هنا ونقطة بداية والنهاية تكون هنا على خط الانقلاب هذا turning line او tip line. فالمفروض ان عندك انت نقطة بدايتها من الريلايبيليتي ونهايتها هنا، بشرط انها تمر على نقطة ستاندرد ديفيشن الموجودة عندك. طيب انا الان بكمل الخط، بس اكمله من هنا واخليه يمر في الايكوفلنت سنجل اكسل لود، هذا الايكوفلنت سنجل اكسل لود، وهذا ايضا لوج سكيل، فلازم تنتبه للموضوع هذا. انا عندي كانت اللي هو نصف في 10 و6، هذا قال لك انه بالمليونز، يعني هذه الارقام اللي قدامك هذه مضروبه في 10 و6، فانا لازم امد الخط هذا من النقطه اللي كنت انقلبت عندها
إلى خط الانقلاب هذا، بس أضمن أنه يكون يمر عند الإكوفلنت سنجل أكسل لود المعطى عندي في السؤال اللي هو كان يساوي نصف في 10^6. طيب هذا هو الآن الخط صار بالشكل هذا. طيب من هنا بمد خط يوقف هنا، لكن شرط أنه يمر على الإفكتيف رود بيد ريزيلنت مودولس. لما قال لك أن هذا الرود بيد، فأنا أبغى الرود بيد لحق الطبقة اللي عندي. أنا قاعد أطلع structural number one يعني حق أول طبقة فوق، الرود بيد لها هي الطبقة اللي تحتها على طول، طبقة اللي هو surface course الرود بيد لها اللي تحت على طول اللي هي البيس. البيس كم كان فيها الريزيلنت مودولس؟ كان البيس ريزيلنت مودولس فيه 35,000. يعني أنا بجي هنا وبدخل رقم وبامر على الرقم 35,000، هذا الرقم الموجود عندي لوج سكيل بالبي اس اي. طبعا هذا في الأخير إنه بيكون بالألف. طيب أنا باخذ أرسم خط الآن من نقطة الانقلاب يوقف على الجزئية هذه، لكنه يمر بال 35,000، وهذا أيضا لوج سكيل المفروض انه يكون تقريبا في الجهة هذه. طيب من نقطة الانقلاب، من خط الانقلاب هذا الى الخط هذا، بشرط انه يمر بالريزيلينت مودولس حق الطبقة اللي تحت الطبقة اللي اشتغل فيها الحين. طيب من هنا ايضا بمد خط، بس الخط هذا يكون افقي الين يقاطع احد الخطوط الموجودة عندي، هذه قاطع أحد الخطوط الموجودة. الخطوط الموجودة هنا هذه تعبر لي عن الفرق السيرفسابيليتي، لأنه قالك اسمها السيرفسابيليتي لوس. أنا كان عندي السيرفسابيليتي في البداية 4.5 وبعدين صار 2.5، يعني كم فقدت؟ فقدت 2. بما أني أنا فقدت 2، فالمفروض أجي عند الخط رقم 2 وشوف وين اوقف فيها. اوقف هنا، طبعا كلها تجمعت في المنطقة هذه، فخلاص ما عاد يفرق اي واحد اوصل له. انا من هنا بنزل واجيب structure number مباشرة، structure number اللي يكون في المنطقة هذه. هذا ايضا log scale، تلاقي كذا تأكد من انك تاخذ الرقم كlog scale. طيب لاحظ هنا طلع عندي structure number انه يكون 1.6، اللي هو هذا واحد، هذا واحد ونصف، وتقريبا المفروض انه يكون هنا، انا قربت على انه واحد ونصف تقريبا. طبعا الصورة صغيرة في الارقام هذه شوي بتختلف عندك. طيب هذا structure number الاول، اللي هو structure number الاول طلعته 1.6. طيب بس نراجع كيف جبته هذا. بديت من reliability ومديت خط لين نقطة الانقلاب هذه بشرط انه يمر في ستاندرد ديفيشن اللي موجود عندي، ثم من نقطة الانقلاب هذه الى نقطة الانقلاب هذه بس بشرط انه يمر في الاكوفلنت سنجل اكسل لود اللي معطى في السؤال، ومن نقطة الانقلاب هذه الى الخط اللي بداية الجراف هذا بشرط انه يمر في الريزيلنت مودولس حق الطبقة اللي تحت. طيب بعدين اكمل بخط مستقيم، خط المستقيم هذا يكون هورايزنتال الين يقاطع لي فرق السيرفسابيليتي اندكس. كان عندي 4.5 وبعدين صار 2.5، يعني الفرق بينهم بيكون 2. اذا كان معطيك الفرق مباشره على طول خلاص ما يحتاج تطرح شيء من شيء. وبعدين تنزل تحت، تنزل الرقم هذا وهو اللي يعبر لك عن ستراكشر نمبر اللي انا بستخدمه. طيب ستراكشر نمبر لقيت انه 1.6، هذا بروح اعوضه في القانون الموجود عندي هنا. يقول لك لجي تجيب الدي 1 اللي هي سماكه الطبقه الاسفلتيه حقت السيرفيس كورس، تقسم structural number الأول على الـ A1. الـ A1 أنا مطلعه والـ structural number أنا طلعته قبل. طيب فأنا بقسم 1.6 على 0.41 أعطاني 3.9. طيب 3.9 أقربها إلى أقرب إنش أو أقرب نصف إنش، على ما أعتقد الدكتور السحبان يقول قربها إلى أقرب نصف إنش، والدكتور المنصور يقول الى اقرب انش، هذا على حسب كلام الطلاب ماني متاكد، بس المفروض انك تقربها انت، ما لان في اثناء العمل ما يقولوا لك 3.9 انش، يقولوا لك يعطونك رقم مقرب في الاخير الى اقرب انش او اقرب نصف انش.
أنا هنا قربتها من 3.9 إنش قربتها إلى 4 إنش. طيب structure number اللي عطاني 3.9 هو 1.6، لكن وش هو اللي بيعطيني 4 إنش؟ أنا قربتها إلى 4 إنش الحين ما أستخدم هذا، أنا حطيت 4 إنش، وش هو structure number اللي عطاني 4 إنش؟ أروح أطبق القانون هذا من جديد، بس اللهم إن هذا الآن معروف عندي وهذا معروف، أما structure number أبي أعدله، لأن الأول اللي أنا طلعته من الجراف عطاني 3.9، أنا أبغى اللي يطلع لي اللي يطلع لي 4 إنش، عشان كذا سميته structure number داش أو structure number star أو اللي تراه مناسب. طيب مباشرة فقط إني بضرب الأربع إنش بضربها في A1 اللي هي 0.411 اللي هو الرقم هذا، أعطاني إنها بتعطي structure number المعدل 1.64، هذا structure number اللي يعطيني 4 إنش بالضبط. طيب بروح الحين للطبقة اللي بعدها، خلاص أنا جبت سماكة الطبقة الأولى اللي حقت السيرفيس كورس، أبجيب سماكة الطبقة الثانية D2، هذه سماكة طبقة البيس. طيب البيس يقول لك إنك تقول structure number الأول ناقص structure number الثاني، عفوا structure number الثاني ناقص الأول، واقسمها على الـ A2 ضرب الـ A2 الـ M2. structure number هذا ما أخذ فيه اللي أعطاني 1.6، أخذ فيه اللي أعطاني 4 inches، فأنا بجيب المعدل بس أخدم فيه المعدل. طيب هذا حسبته 1.64، الـ A2 جبتها هنا قبل هنا من الجراف، الـ M2 جبتها هنا قبل من الجدول، باقي عندي structure number 2. أنا لجل أجيب structural number الثاني لازم أعرف طبق، لازم أعرف الطبقة اللي تحتها كم يكون resilient modulus لها، بس أنا هنا ما أعطاني resilient modulus، معطيني CBR، طبعا هذا subgrade لأنه قال لك إن ما عندك subbase، فبتكون على طول اللي تحت البيس بيكون subgrade، معطيني CBR هنا، CBR إذا ضربتها في 1500 يعطيك resilient modulus، هذا يعني قانون في الكتاب. طيب أنا عندي ثلاثة في المية اللي هي الـ CBR، في المفروض أن الـ Resilient Modulus فيها تكون 4500. أنا أجي هنا وأطلع بنفس الطريقة السابقة، أطلع كم يكون عندي Structural Number، لاحظ أن اللي الـ المعلومات اللي قبل يعني من هنا وقبل كلها نفس الشيء، Reliability نفسها وStandard Deviation نفسه واللود أو الإكويفلنت سينجل أكسل لود كلها نفسها، ما يختلف عندي إلا الريزيلنت مودولس حق الطبقة اللي في الأسفل، فأنا ببدأ على طول من هنا وأوصل إلى الخط هذا وأتأكد أنه مر علي تقريبا في يعني أحاول أقربها قد ما أقدر على لأنه لوج سكيل على الريزيلنت مودولس للطبقة اللي في الأسفل تقريبا بالشكل هذا. طيب بعدين أكمل أنا بشكل أفقي لين أوصل اللي هو رقم 2، الكيرف رقم 2 لأنه يعبر لي عن سيرفيسابيليتي لوس، كان عندي 4.5 وصلناه إلى 2.5، معناه الفرق بينها بيكون 2. طيب بنزل أنا من هنا وبشوف كم الرقم اللي بيعطيني، طبعا على حسب الدقة المستخدمة عندك وعلى حسب جودة الجراف الموجودة، هنا طلع قريب من 3، أنا دقتي ما كانت مضبوطة طلع عندي هنا 2.9، الدقة عندك ما كانت مضبوطة، نفترض أن هذا الرقم الصحيح، المفروض أنها تطلع رقم أقرب يعني فوق 3 بحاجة بسيطة. طيب ما مشكلة، أنا الدقة عندي كانت شوي ضعيفة، طلعتها على instruction number 2 بيكون عندي 2.9. طيب أنا بجي أعوض، هذا أنت طلعته من الجراف وهذا المعدل حسبته، الـ A2 والـ M2 كلها طلعتها من قبل، فأنا أعوض فيها الآن، إذا عوضتها طلع عندي أنها بتساوي تقريبا 9.33 إنش، وبنقربه إلى أقرب إنش طلع يعني نقول تقريبا 10 إنش. طيب معناه أني أنا بستخدم في الطريق طبقة السيرفيس كورس بتكون 4 إنش وطبقة البيس بتكون عندي 10 إنش، يعني لو كان طبعا في السؤال ما كان عندي سب بيس، حسبت الدي 1 وحسبت الدي 2، هذه طلعت عندي 4 إنش وهذه طلعت عندي 10 إنش، فمعنى هذا ان البيفمنت كامله الثيكنس الكامل كان عندي 14 انش. هذا بالنسبه لطريقه التصميم بالاشتو ميثود، تصميم كيف نصمم سماكه الطبقات بالاشتو ميثود، اول شيء نطلع
A1 وال A2 وال M2 ثم بعدين نطلع structure number الأول وstructure number الثاني ونبدأ نعوض في القوانين هذه. بس أهم شيء إنه إذا طلعنا structure number وبعدين قربناه نستخدم نجيب كم الstructure number للقيمة المقربة. ثم بعدين إذا وصلنا هذا نفترض لو كان عندنا طبقة أخرى أروح أجيب structure number 2 بس إنه اللي طلع لي 10 مو باللي طلع لي 9.3. ثم أنا بعدين أكمل بنفس الطريقة على الطبقة اللي تحت. هذه طريقة الاش 2. طيب السؤال الرابع قال لك إنه يبغى تصمم لي طبقات الأسفلت للمسألة اللي مشوي حلناها. المسألة هذه نفسها بس نقال حلها بطريقة الأسفلت انستيتيوت ميثود. طريقة الأسفلت انستيتيوت ميثود تختلف عن الطريقة هذه إنها تحسب لك سمك الطبقات كاملة مع بعض، يعطيك السماكة الكاملة ما يقسمها لك لدي 1 ودي 2 ودي 3، يعطيك الطبقات كاملة كم المفروض أنها تكون موجودة عندك. طيب طريقتها أسهل من طريقة الاش 2. كل اللي عليك أنك تروح الجراف اللي هو 16 7، الجراف 16 7 اللي هو هذا الجراف هذا، تدخل بالإكوفالنت سنجل أكسل لود وتدخل بالريزينت مودولس حق السب جريد، يعني حق الطبقة الأخيرة طبقة الأرض الطبيعية. فأنا كان عندي الإكوفالنت سنجل أكسل لود كان عندي نصف في 10.6، والريزينت مودولس حق السب جريد كان عندي 4.5، 4.5 في 10.3 اللي هو كان 4500. طيب كيف الطريقة؟ زي ما قلنا ندخل فيها على طول بشكل مباشر وهو بيعطينا الرقم. أنا بجي هنا عند 4500 تقريبا، هذا أيضا تأكد أنه لوج سكيل. أنا بجي عند 4500 تقريبا وبمشي بخط أفقي، ثم بعدين بنفس الفكرة أجي عند نصف في 10.6، هذا الحين هذا 1 في 10.6، يعني هذا النصف في 10.6 تقريبا بيكون في المنطقة هذه، هذا لوج سكيل أيضا فانتبهوا الموضوع. طيب أنا بشوف نقطة التقاطع لهم كانت في المنطقة هذه، يعني ما بين 12 إنش وما بين 13 إنش. طيب هل أختار 12 ولا أختار 13؟ أنت لو قلت له 12 أصلا الحسبة أكبر من 12، فكأنك تقول لهم عادي لو استخدمتوا شيء أصغر من المطلوب عليكم، فبيصير فيه فيلير هنا ما ينفع. تختار اللي على اليمين، فأنت تشوف نقطة تقاطع وينها فيه وتختار الكيرف اللي على اليمين. الكيرف اللي على اليمين كان يعطينا 13 إنش، فمعناه أن سماكة الطبقات كاملة شاملة السيرفس كورس وشاملة البيس والسب بيس وكاملة، المفروض أنها ما تقل عن 13 إنش، وهذا اللي كان الجواب الموجود عندي هنا 13 إنش. طيب هنا طلع لي 13 إنش وهنا طلع لي 14 إنش، وش الصح منهم؟ في الأصل إن كلهم صح، لكن الفرق في إيش؟ إن هذا كان عندنا أول شيء تقريب وهذا يحسب لك كل طبقة لوحدها، وأما هنا لا يحسبها لك كل الطبقات مع بعض. بالإضافة إلى أن هنا في السؤال قالك ترى ما عندك أنت صبيس، هنا يحسبها لك كاملة وانت تقسمها على كيفك، تقسم فيها صبيس وبيس وسيرفيس كورس ولا تقسمها عليك بالشكل ترى. في طريقة الأسفلت انستيتيوت تعطيك كاملة وخلاص، لكنك إذا قسمتها لأكثر من طبقات بيعطيك حاجة مور كونزيرفتيف أو شيء فيها تحفظ أكبر. هذا بالنسبة للسؤال الرابع، وزي ما قلنا الطريقة سهلة، كل اللي عليك تبدأ على طول مباشرة من السبجريد الريزيدنت مدرس فيه تروح بخط أفقي، وتطلع من الإكوفالنت سنجل أكسل لود تروح بخط رأسي، نقطة تقاطع تأخذ الكيرف اللي على يمينه، هنا طلع عندنا 13 إنش. معلومة مهمة بس قبل ما ننتهي من السؤال هذا، أن الكيرف اللي تستخدمه هذا تأكد أنه معطيك إياه على درجة الحرارة هذه، لأن كل درجة حرارة بتكون لها كيرف مختلف. طبعا في الكتاب ما فيها إلا درجة الحرارة هذه، فمتوقع أنه ما يجيك إلا الكيرف هذا، لكن لو كان معطيك أنه في السؤال أنها على درجة حرارة مختلفة فتأكد أنك تستخدم الكيرف الصحيح على حسب درجة الحرارة المعطاة عندك في السؤال. في السؤال الخامس يبغى منك تطلع له تراك فاكتور، يقول لك احسب لي تراك فاكتور للطريق هذا. التراك فاكتور اللي كان احنا طلعناه في الجدول في السابق، طلعناه من الجدول مباشرة في السؤال الأول، كنا طلعنا تراك فاكتور جاي عندنا،
ليش؟ في السؤال الأول كان معطينا عدد السيارات، معطينا عدد السيارات مباشرة ونوع السيارة. أما في السؤال هذا وضع مختلف شوي. هنا قال لك إن السيارات اللي وزنها من كذا إلى كذا، معطيك يعني وزن السيارة من 4000 إلى 8000، عطاك فيها كم يكون فيها من أكسل، لكن مو بالإكوفيلنت أكسل لود، لا هذا كم محور فيها بس مو بالإكوفيلنت أكسل لود. قال لك مرت علي أنا في الطريق السيارات وزنها من 4000 إلى 8000 كم فيها من أكسل، هذا هو. والسيارات اللي كان وزنها من 8000 إلى 1200 أو إلى 12000 كان عدد المحاور، هذا هو. قال لك اللي في البداية هذه اللي تعتبر سنجل، أما الثانية قال لك اللي تعتبر تاندم، اللي المحاور فيها سنجل هنا وهذه اللي المحاور فيها تاندم، ويبغى منك تطلع له تراك فاكتور. التراك فاكتور كيف أجيبه؟ أني أروح أجيب شيء نسميه اللود إكوفلنسي فاكتور ونضربه في عدد المحاور الموجودة. إذا ضربته في عدد المحاور يعطيك كم يكون التراك فاكتور. التراك فاكتور هذا تضربه في عدد السيارات، مو في عدد المحاور، تضربه في عدد السيارات ويعطيك الإكوفلنت سنجل أكسل لود. طيب الجزئية هذه لأنها مهي موجودة في الكتاب، أول صف هذا مهي موجودة في الكتاب، وهو عطاك الجواب فيها، وهو قال لك ترى هذا هو الجواب. قال لك اللي أقل من 4000 في السنجل أكسل جروب هذه استخدم فيها 0.0002، هذا معطى يعني كأنه معطى في السؤال، ولا في الأصل مهي موجودة في الكتاب. أما من 4000 إلى 8000 هذه أنت تروح تطلعها من الكتاب. طيب وين تطلعها من؟ اللي في الكتاب جدول 16-3 يقول لك شف الوزن السيارة وبيكون يعطيك فيها اللود إكوفلنسي فاكتور. هذا إذا كانت سنجل أكسل تستخدم العمود هذا، وإذا كانت تاندم أكسل تستخدم هذا، وإذا كانت رايدم تستخدم العمود الآخر. أنا في السؤال ما أعطاني إلا سنجل أكسل وتاندم أكسل، أعطاني هذه اللي في البداية كلها سنجل أكسل وهذه اللي في الأخير كلها تاندم أكسل. طيب هذا وهم أعطيناها على طول مباشرة في السؤال، بروح لشوف اللي ما بين 4000 و8000. طيب اللي ما بين 4000 و8000 كان الأفرج لهم 6000، هنا بتكون في السنجل أكسل أضع القيمة هذه على أنها load equivalency factor، وضعت القيمة هذه. طبعا أنا شلت الثلاثة ما اهتميت منها. طيب بالنسبة لما بين 8000 إلى 12000 اللي هي تقريبا كأنها الأفرج لها 10000، أروح أضع فيها load equivalency factor هذا وأكمل عفوا وأكمل لين أوصل آخر شيء، ثم نروح لحق التاندم بنفس الفكرة. اللي ما بين 8000 إلى 12000 بتكون عندي 10000، أروح أضع فيها القيمة هذه اللي 0.007، ونفس الفكرة أكمل إلين أعبي الجدول هذا كامل. هذا load equivalency factor. إذا ضربت load equivalency factor ضربته في عدد المحاور يعطيني track factor. طيب هذا track factor بيكون الألف سيارة، لأنه قال لك هذا عدد المحاور في 1000 سيارة، لكن عدد السيارات ما علمني كم بالضبط. الآن هذا التراك فاكتور الأول جبته، والثاني والثالث والأخير، ثم بعدين أخذ مجموعهم طلع عندي 842.5، هذا زي ما اتفقنا 1000 سيارة. طيب كم يكون التراك فاكتور الواحد؟ التراك فاكتور الواحد بقسمه على 1000 يعطيني التراك فاكتور على 0.84. طيب البوينت 84 وش استفيد منها؟ هذا التراك فاكتور اضربه في عدد السيارات اللي هو ما اعطانيه اصلا هنا، يطلع لي الاكوفلنت سنجل اكسل لود، لكن السؤال هذا ما اعطاك فيها، فخلاص انتهى الحل انك طلعت له التراك فاكتور حق السياره الواحده وانتهى السؤال هذا. طيب في السؤال السادس هذا مطلوب منك تصمم الطريق باستخدام طريقه الاسفلت انستيتيوت اللي هي الطريقه السهله اللي في العاده، لكن الفرق هنا انه ما اعطاك كم تكون عندك اللود، ما اعطاك الاكوفلنت سنجل اكسل لود للطريق كامل، اللي هو اعطاك فقط قال انه بيكون الاكوفلنت سنجل اكسل لود في اول سنه 1543، لكن الطريق هذا بيكون تقريبا فيه نمو في الترافيك بمعدل 4.5%، والطريق بيكون عمره 20 سنة. طيب بما أن عمره 20 سنة معناه أنه متوقع أنه بيمر عليه سيارات أكثر
وقال لك ترى السي بي ار حق السب جريد اللي عنده معطيك اياه على 6 ويبغاك تسوي له طريقه الفول دبث اللي هي طريقه الاسفلت انستيتيوت، وهنا معطيك الاير تمبريتشر اللي 75 لجل تستخدم الجراف المعطى عندك. طيب هذا حق اول سنه، فمعناها لازم نطلع كم بيكون عندنا حق العشرين سنة هذه كاملة. طيب أنا بصمم هذا الحق أول سنة للطريق كامل للفور لين الموجود عندي، عندي أربع مسارات، أنا أبغى أصمم اللود اللي بيصير على لين واحد وأنا بكرره اللي هو الديزاين لين المستخدم عندي. طيب الفكرة العامة من أني لازم أول شيء أجيب كم اللي بيمر في خلال العشرين سنة هذه من السيارات، ثم بعدين أقسمها إلى على حسب اللين وعلى حسب الدايركشن المستخدم عندي، يعني اللي رايح شمال واللي رايح جنوب، ثم بعدين في كل واحد منهم ببدأ أقسمه إلى كم لين. طيب الجزئية الأولى هذه انسوها، هذه ما لها أي معنى، كنت فاهم السؤال غلط وحطيتها لكن ما لها أي معنى. طيب أنا الآن عندي حق أول سنة، فبجيب حق العشرين سنة باستخدام القانون هذا اللي كنا سوينا عليه قبل. الان بتكون عندي 20 والار بتكون 4.5 زي ما هو معطاه، التي 1 اللي هي 1543 اللي معطاه، انا اعوض فيها طلعت عندي انه بيكون 48406 equivalent single axle load. هذه الequivalent single axle loads اللي بتمر على خلال 20 سنة بس على طريق كامل على اربع مسارات اللي رايح واللي جاي. طيب انا لجل اني احولها الى مسار واحد اروح استخدم القانون هذا. القانون يقول لك W18 المقصود فيه اللي هو اللود اللي بيكون على الديزاين لين، على الديزاين لين على مسار واحد فقط اللي انا بكرره بصممه وبكرره عليها. يقول لك يساوي DD اللي هو ديستريبيوشن بسبب الدايركشن ضرب DL اللي هو ديستريبيوشن بسبب اللين، واضربها في الايكوفالنت سنجل اكسل لود اللي كل موجوده في كل الطريق. وين اجيب منه الدي دي وين اجيب الدي ال منه؟ الدي دي اروح اخذها من جدول 16.1 والدي ال اخذها من جدول 16.5. طيب بروح انا الان جدول 16.1، هذا هو جدول 16.1 يقول لك كم نمبر اوف ترافيك لينز، كم عندي في التو دايركشنز، كم في عندي من لين. انا عندي اربع لينات، وقال لي في السؤال انه فور لين هاي واي، هذا رايح جاي كل عندي اربع مسارات، معناه اني باخذ البرسنتج اوف تراكس ان ديزاين لين بتكون عندي 45. طيب ال 45 هذا هو قال لك هنا انها من 35 الى 48 هذا المتوقع، لكنه قال لك خلاص تستخدم ال 45. فانا رحت واخذت الان ان الدي دي بتكون عندي 45 من 100. طيب اروح لجدول 16.5 لاجل اجيب الدي ال اللي ديستريبيوشن بسبب اللينز. هذا جدول، هذا الجدول 16.5. طيب يقول لك علمني كم بيكون فيه من لين في كل مسار. انا كان عندي اربع مسارات، اثنين رايح واثنين جاي، وهو يطلب هنا كل اتجاه كم بيكون فيها من لين. بما ان اثنين رايح واثنين جاي فمعناه في الاتجاه الواحد بيكون عندي اثنين. طيب اخذ منها الفراكشن، يقول لك ما بين البوينت 8 الى الواحد، طبعا خلاص انا باخذ الافرج للاثنين هذه، بيكون عندي اخذت الافرج انه يكون 0.9. طيب اروح اطبق في المعادله اللي من شوي سويناها، بيطلع عندي كم يساوي W18 اللي هو المقصود فيه، هذا W كابيتال اللي المقصود فيه للين الواحد، بتساوي DD هذا هو DL وهذا الرقم اللي طلعته لكل الطريق. طيب انا طلعته طلع صار عندي ما يقارب العشرين ألف اللي هو 19604 equivalent single axle load، هذا في المسار الواحد. طيب أنا بدخل في الكيرف هذا لأجل أجيب كم تساوي عندي، بس إنهم معطيني في السؤال إن السي بي آر يكون عندي 6، يعني الريزيلنت مودلس بضربه في 1500 يعطيني 9000. خلاص أنا بدخل الآن بعشرين ألف تقريبا ومع 9000 لأجل أطلع كم الدبث. طيب أنا بجي هنا من 9000 بمتخط يكون هورايزنتال، ومن 20000 بمتخط يكون فيرتيكال، هذا اللي هو 10000 هذا بيكون 20000.
بما انها جت عندي ما بين الأربعة وما بين الخمسة انش، فانا باخذ اللي على اليمين بيكون عندي خمسة انش، وهذا هو الجواب اللي انا طلعته، بحيث انه طلع عندي الفول دبث، هذا كامل الدبث صار عندي خمسة انش. هذا بالنسبة للشابتر 16.